تقدرين تشيلينه؟ يلا قولي يا الله. خير ان شاء الله علينا. قامت جمعية الهلال الأحمر العراقي وبالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني بتوزيع مساعدات غذائية شملت المناطق المحررة في أطراف محافظة نينوى والمحررة حديثا. اليوم قمنا بزيارة للمناطق المحررة مثل سادة وبعويزة، قمنا بتوزيع السلات الغذائية على العوائل. كان هنالك استبيان أولي لحاجتهم الماسة للوقود من هذه من قناة الموصلية. نناشد الحكومة المحلية بتوفير المواد الغذائية الأساسية من طحين وأيضا وقود للعوائل المحاصرة. اليوم قمنا بتوزيع سلة غذائية، طبعا خلال 72 ساعة كان هنالك استجابة سريعة من هلال الأحمر العراقي لكل من فرعي نينوى ودهوك، لأيضا للمناطق لعدة قرى، تم كقرى أبو جربوعة وقرى تليارة وقرى العباسية، وأيضا هذه جميع القرى لم تصلها أي منظمات. الحمد لله والشكر تم إيصال المساعدات لهذا اليوم. احنا جبتونا المساعدات لي أنا، بارك الله بيكم. هاي مرتين ثلاثة يجون بس الصليب الأحمر يجيب لنا بس أنتو. نعم. أي من غير مكانات ما جانا أبد، ما عند ما عاد مرتين ثلاثة من عندكم بس. احتياجاتكم أنتو هنا؟ والله غاز وماي ما عدنا. مواد غذائية. مواد غذائية انطيتونا مرتين بس هذا. بس هاي المرتين. إيه والله. والناس شلون حالها وضعها؟ والله حالة تعبانة، تشوفوا بعينكم يعني حالة تعبانة، وهاونا تقع علينا. نعم. وحالة حيل تعبانة، لا اكو غاز ولا شيء، والله ما نفوت جو من البرد حرام جو البطانيات. هاي احنا بعد صار لنا كم يوم متحرر، هاي مرتين تجينا المساعدات وعلى مود المساعدات احنا عايشين. زين بقية الحاجات؟ والله غاز ماكو. نعم. مي ماكو. كل شيء معك والله. والله مدبرينها بالقوة. نعم. والله بالقوة أخويا مدبريها. هاي أول مرة أخذ، هاي ثالث مرة يجي، أنا أول مرة أخذ. نعم. هذاك المرة وزعوها وقعها ونات راحوا، 17 نفر نحن. نعم. إي والله. زين هذا يكفيكم يعني؟ والله ده شوف. نعم. إي والله جيش الله يخليهم. نعم. طلعوا من البيوت انطونا. نعم. إي والله ما كان باقي عندنا كل شيء. المساعدات تصلكم تجيكم على القريه؟ والله ما هاي مره وصل، مره قبلها وصل هاونات. اي هاي شنو هاي المنطقه شو اسمها؟ بعويزه. والله بارده، والله غاز ماكو. نعم. والله ما عندنا غاز. ما وسعوا لكم؟ لا والله، والله عتشونا بس نطبخ. نعم. والله بعد اطفالنا ما عالقين زوبات. نعم. الله ياخذ حقنا من السبب. نعم. الله ياخذ حقنا من السبب. والله يبردون ما عندنا زوب، ما عالقينهم يسع زوبات. وسبح ماكو. زين اختي الدواعش ايش كان يسوون هنا؟ اوه ايش كان يسوون؟ كنت تعرفون ايش كان يسوون؟ نعم. اي والله.